ما سمعناه من وجود أكثر من 10,000 قطعة أثرية خارج البلاد تعود للحضارة اليمنية، الحضارة العريقة. هذا شيء متوقع من الميليشيات الحوثية السلالية، وليست أول مرة تقوم ببيع هذه الآثار، وإنما منذ الزمن ومنذ العهد البريطاني، وهي تبيع الحضارة اليمنية، الحضارة العريقة التي ذكرت أكثر من موضع في القرآن الكريم، وما زالت الحضارة العريقة الكبيرة عرش بلقيس والحضارات الأخرى متواجدة، وإنما يتم بيع الآثار القطع التي يستطيع إخراجها إلى الخارج الصغيرة. اليمن يمتلك ثروات عديدة، ومنها ثروات التراث الأثري الذي في سبا، في مارب، وفي تعز، وفي صنعاء، وفي كل مكان لدينا تراث قديم، سواء كان المتاحف أو الآثار التي منتشرة في اليمن فهي غنية، ولكن بسبب الحرب وهذه الميليشيات الحوثية التي قامت بنهب هذه الثروات، وبعض الجهات التي أتت إلى اليمن وقامت بنهب الثروات وباعتها في السوق العالمية بأرخص الأثمان، فنحن نطالب بإعادة هذه الآثار اليمنية، وهذه الآثار بيعت بأرخص الأثمان، ويجب علينا أن نعيدها. ونذكر منها أن هناك التوراة، كتاب التوراة، هذا الكتاب الذي يعتبر النسخة الوحيدة في اليمن كان في صنعاء، ولكن الحوثيين باعوه إلى الكيان الصهيوني بمئات الملايين، وهو الآن لديهم. فنطالب بعودة كل التراث اليمني عبر اليونيسيف وغير ذلك. تتعرض الآثار اليمنية للنهب والتهريب إلى بلدان كثيرة، آخرها ما تم تهريبه خلال أيام الحرب إلى دول عدة، منها دول إقليمية مجاورة يتم بيع الآثار فيها عبر مزادات علنية وعبر مزادات عبر الإنترنت. لا وجود ولا حراك للحكومة في استعادة وحماية الآثار اليمنية. هناك تهريب للآثار منذ القدم، وتواصلت عصابة التهريب في نهب الآثار وتهريبها وبيعها بمبالغ لا تقدر، بينما الآثار تقدر بأثمان كبيرة ويجب حمايتها، ولكن لا وجود للحكومة في حماية هذا التراث الذي يمثل امتدادا للحضارة اليمنية. نطالب بإعادة الآثار اليمنية التي تتسوق اليوم بجميع متاحف العالم، وآخرها آخر قطعة في الأسبوع الماضي تسوق في متحف في لندن، قطعة أثرية يمنية التي نهبوا كل الآثار من داخل اليمن. نحن ندخل متاحف اليمن لا يوجد فيها قطعة أثرية، مع أن اليمن لها حضارة منذ القدم من عشرات آلاف السنين، ولديها عشرات الآلاف من القطع الأثرية، ولا يوجد قطعة أثرية داخل المتاحف، كلها نهبت.